الله مساءكم وأوقاتكم. طبعا اليوم معنا درس عن الحيوانات بشكل عام، في حيوانات زاحفة وفي حيوانات تطير، فلذلك سأسألكم اليوم أسئلة. طيب، فالأسئلة حيكونين مثل التالي. هذا الطالب، تعال تعال، أنت شكلك طالب نابغ النوابغ، شكلك ما شاء الله، تعال يا ولدي. حيوان بطيء بحرف السين. يا أستاذ سلحفة، ما شاء الله عليك بطل، صف أولى صف أولى، أنت شكلك عطلع دكتور يا ولدي، يلا أرجعك بعدك. ودحين كما في التالي نسألكم أسئلة. وهذا الطالب أمانة شكله نابغ النوابغ، تعال تعال يا ابني تعال. ادي لي حيوان يطير، تمام؟ طائر بحرف الفاء. يا أستاذ حرف الفاء، في في ايش؟ في، وهذه من نفسك في. ايوه يا استاذ الفيل بيطير. يا ولدي انت كيف لو ما طلعوا صف سابع؟ كيف لو ما فيل يطير؟ ايش تغلبوا؟ يا استاذ ابي مدير المدرسه. اي مدرسه؟ المدرسه هذا حقنا. ها ابوك مدير المدرسه؟ صفقوا له صفقوا له، جابتك صحيحة؟ صفقوا له صفقوا له، خارجنا الله يخارجنا. بس انت يا ولدي الفيل ممكن لا شد حيله ممكن يطير، ها؟ ممكن يطير لا شد حيله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سويس فايز عبد الله حزام، العمر 16، من مدارس رواد اليمن الدولية. طبعا انا متسابق رقم 5، صوتوا لي على رقم 5. لا انا المتسابق طبعا رقم 5، جمهور العزيز صوتوا لي على رقم 5. وعاد انتهى التصويتات في يوم الاربعاء الساعه 12 الليل طبعا، وان شاء الله افوز في المسابقه، واهم شيء صوتوا لي. والسلام عليكم.